السلام واهلا وسهلا فيكم ومرحبتين فيكم جميعا. اليوم بدنا نحكي عن اكثر 10 وظائف مطلوبة في كندا والاسعار او الرواتب اللي بتعطيها اياها. رقم 10 اللي هي Sales Assistance أو موظف المبيعات. 10% من الأعمال اللي موجودة في كندا بتتطلب هذه الوظيفة، تقريبا راتبها من 52,000 ل 62,000 بالسنة. رقم 9 اللي هو Administrative Assistance أو مساعد الإداري، راتبها تقريبا من 44 ل 52,000 دولار بالسنة. رقم 8 درايفرز، سائقي الشاحنات والليفت الفوركليفت، هذول مطلوبين بكثرة في كندا. الرواتب تبعتهم تعتمد على عدد التريب اللي بيسووها، بس هي من 42,000 وممكن تصل ل 100,000 بالسنة. مبلغ ممتاز جدا بس متعب. 7 اللي هو الديفلوبر بروجرامينج، مطورين البرامج، تقريبا الوظائف هاي من 85 ل 100,000 دولار بالسنة الرواتب تبعتهم. 6 الريسبشنست، موظفين الاستقبال سواء في الكلينكس، في المستشفيات، في المطاعم، في الشركات، موظفين الاستقبال مطلوبين بكثرة لكن ما بيدفعوا لهم كثير، من 35 ل 41,000 دولار بالسنة رواتبهم. 5 بلوكتشين ديفلوبرز، بلوكتشين احنا كنا سمعنا عنها خاصة في الكريبتو كارنسي والأمور هاي، هدول مطورين بيعملوا كرييشن ل ديسنتراليز نتورك فور موفينج داتا والفاليوز، بياخذوا مبالغ تصل ل 100,000 بالسنة وكتير مطلوب الآن هذا الشغل في كندا. رقم 4 اللي هو Automation Engineer اللي هو مهندس الأتمتة أو الأوتوميشنز، هذا بأخذ من 65 ل 79,000 دولار بالسنة. رقم 3 Artificial Brain Software Research اللي هم بيعملوا أبحاث على موضوع العقل الذكاء الصناعي، بأخذوا من 77,000 ل 92,000 دولار بالسنة رواتب. رقم 2 Chief Experience Officers اللي هو المسؤول، بكون هذا شخصية مهمة جدا في أي مؤسسات الكبيرة، هو ضابط الخبرة اللي بيعمل، لازم يكون عنده background كويس في Quality Control والCustomer Service، وطبعا دول بأخذوا أسعار كتير أو رواتب كتير عالية. وآخر إشي وهو هذا الشغل اللي موجود كتير فيه منه ومطلوب بكثير، اللي هو Live Chat Agents، سواء اللي بردوا على التلفون أو بكونوا أونلاين مع الكاستمرز، بردوا على مشاكلهم وبحاولوا يساعدوهم. هذا بأخذ عادة مينيموم ويج ممكن أعلى شوية، بس بيشتغلوا تقريبا من 18 ل 24 ساعة، طبعا بكونوا شفتات، مش نفس الشخص بيشتغل 24 ساعة، بس بيحتاجوهم كتير حسب المكان. هدول الأكثر 10 وظائف مطلوبة في كندا، وحبيت بس أشارككم مع الرواتب تبعتهم. يعطيكم العافية. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابك.